فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن تذبح الشاة أو لا بد أن يذبح الضأن؟ بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن تذبح الشاة أو لا بد أن يذبح الضأن الذكر؟ يا أخي، الشاة هي الضأن والضأن هو الشاة. أو قصدك المعز؟ قصدك المعز، هذا كما سمعتم ما تم له سنة، ما يجزي فيه الجذع. نعم.